مساء الخير. قتلان وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في دمشق. الانفجار دوى خلف مسجد في برزة في الجانب الشمالي الشرقي. مقتل 8 إيرانيين و7 أجانب آخرين بغارات إسرائيلية على الكسوة. قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه جازان. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يعلن تأييده مراجعة الاتفاق النووي الإيراني بهدف مراقبة التزامات إيران النووية. إغلاق المنافذ الحدودية العراقية والمطارات لمدة 24 ساعة خلال فترة إجراء الانتخابات العامة المقررة يوم السبت المقبل.